كشفت شبكة الأمريكية في تحقيق الخميس 15 مارس 2018 عن معلومات مثيرة تتعلق بولي العهد السعودي محمد بن سلمان وخفايا إدارته البلاد وشؤون القصر وتأثيره على وده الملك سلمان بن عبد العزيز. وقالت الشبكة الأمريكية إن الأمير محمد بن سلمان يفرض الإقامة الجبرية على والدته منذ عامين ويمنعها من زيارة وده الملك سلمان. وعن تفسير ذلك تقول الشبكة إنه يمنعها من التأثير على الملك سلمان بسبب قلقه آنذاك من معارضتها خططه لأحكام قبضته على السلطة ومن احتمال استخدام تأثيرها عليه لمنع نجلها من تحقيق خططه، إضافة إلى احتمال أن يحدث ذلك انقسامات داخل العائلة الملكية. واستندت الشبكة الأمريكية في التحقيق المثير لمعلومات من 14 مسؤولا بالولايات المتحدة. وقال المسؤولون السابقون والحاليون إن الأمير محمد وهو حليف رئيسي لإدارة ترامب اختلق تفسيرات مختلفة حول مكان وجود والدته على مدى السنتين، مثل أنها خارج البلاد تخضع للعلاج الطبي حتى لا يعلم الملك سلمان أن نجله كان وراء غيابها المتواصل بحسب الشبكة الأمريكية. ويعتقد مسؤولون أمريكيون أجريت معهم مقابلات من أجل هذا التقرير استنادا إلى سنوات عدة من المعلومات الاستخباراتية أن ابن سلمان تصرف ضد والدته لأنه كان قلقا من أن تبدي معارضة لخططه التي قد تقسم العائلة الملكية للسيطرة على السلطة وربما تستخدم نفوذها على الملك لمنع الأمر. وقال المسؤولون إن ابن سلمان وضع والدته قيد الإقامة الجبرية على الأقل لبعض الوقت في أحد القصور بالسعودية دون علم الملك.